أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمتابعة تطورات الأحداث في المحافظات الجنوبية واستهداف طياراً التحالف السعودية والإمارات لقوات الجيش الوطني. أدانت الحكومة قصف الطائرات الإماراتي لقوات الجيش الوطني بين محافظتي عدن وأبيان. وقالت وزارة الخارجية في تغريدات لها على تويتر إن القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة في عدن وزنجبار أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين، وحملت الخارجية دولة الإمارات كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية، مؤكدة الاحتفاظ بحقها القانوني لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في إيقاف هذا الاستهداف والتصعيد الخطير. إذن هل خدعت الحكومة الشرعية من قبل تحالف السعودية والإمارات؟ وهل ستظل الشرعية اليمنية مرهونة في موقفها لتواجدها في الرياض؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. غارات جديدة لتحالف السعودية والإمارات على قوات الجيش الوطني، ذلك ما ابتدت به الأحداث صباح اليوم، وما بدا أنه تغير جديد فيما انتهت إليه الأحداث مساء الأمس. التغير هنا يذهب إلى طبيعة التحالف وما يروج له عن اختلاف بين السعودية والإمارات، لكن تطور الأحداث ربما يدحض فرضية الاختلاف وقد يشي بنوع من التنسيق أو الرضا السعودي بما تفعله الإمارات حتى ينفى هذا القول بموقف واضح. وما فعلته الإمارات هنا حسب الاتهام الرسمي لوزارتي الخارجية والدفاع اليمني أنها استهدفت تعزيزات للقوات الحكومية في مدخل العاصمة المؤقتة وعلى طول الخط الرابط بين محافظتي عدن وأبين، بالإضافة إلى استهداف قوات كانت في زنجبار أبين، وأسفر ذلك القصف عن مقتل قرابة 40 فردا من قوات الجيش بالإضافة إلى قتلى وجرحى من المدنيين. الخارجية حملت دولة الإمارات كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر والخارج عن القانون والأعراف الدولية، مؤكدة الاحتفاظ بحقها القانوني لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في إيقاف هذا الاستهداف والتصعيد الخطير. إذن أبدأ النقاش مع ضيفي من عدن المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد عبد الرقيب، برأيك وبمتابعاتك بحسب متابعتك ما الذي حدث منذ الصباح حتى الآن في عدن وأبين؟ الذي حصل أن الجيش الوطني تقدم للسيطرة على عدن، قوات حكومية كبيرة كانت تتجه ويعني كادت ان تصل الى المطار والى حور مكسر وتتمدد في المدينه. فشلت ادوات الامارات العربيه المتحده امام هذا الهجوم والقوات الحكوميه. لم تستطع الامارات عبر هؤلاء الادوات ان تحافظ على نفوذها في عدن. تدخلت مباشره ويعني عبر طيرانها وقصفت القوات الحكومية يعني أكثر من 13 ضربة، عشرات القتلى والضحايا، بعض الجثث تفحمت، مما يعني أن هناك يعني صواريخ حارقة، يعني حقد كبير يعني في هذا الضرب الذي حصل اليوم للجيش الوطني. لم يحصل بهذا الشكل المركز في أي تجمعات أو قوات حوثية. إذا نحن اليوم أنا أستطيع أن أقول أننا اليوم أمام صراع نفوذ، صراع واضح بين الإمارات من جهة والسعودية والشرعية من جهة أخرى. في المرة الأولى تحركت قوات المجلس الانتقالي أدوات الإمارات وقامت بانقلاب كامل الأركان على الحكومة في عدن وسيطرت على معاشيق وكل المعسكرات، أسقطت كل معسكرات الحكومة الشرعية في عدن. حاولت السعودية أن تستعيد السيطرة وأمرت بالانسحاب، لم يحصل هذا الانسحاب. ردت السعودية على هذا التحرك الإماراتي في يعني هزيمة منكرة للإمارات في شبوة، وسمحت لقوات الجيش الوطني أن تذهب إلى القاعدة العسكرية الإماراتية في دلحاف، وطرد الإماراتيون بشكل مهين. اليوم تستعيد السعودية الإمارات
يعني مواجهة السعودية بضرب قوات الحكومة الشرعية التي تدعمها وهي تحاول أن تسيطر على عدن. سنرى في الأيام القليلة القادمة رد سعودي وربما يكون حافلا. الخلافات موجودة، لا يمكن الحديث عن اتفاقات، ولكن تدار اللعبة بشكل ذكي، ويعني لديهما مصالح أخرى في مناطق أكثر من اليمن. إذن نحن أمام صراع واضح بين الجانبين، صراع نفوذ، وهذه مظاهرها مظاهر جلية واضحة لا يمكن تجاهلها. طيب سيد عبد الرقيب السائل يتساءل، لماذا استهدفت الإمارات قوات الجيش اليوم بالطائرات؟ بالأمس يعني كانت هناك بما يشبه الانتفاضة الشعبية في عدن التي انتفضت في كل المناطق. هناك كان استناد بسيط من قبل ألوية الحماية الرئاسية لبعض الكثائر الموجودة في عدن، تمكنوا من إسقاط كثير من النبيريات، الوصول إلى قصر معاشيق والسيطرة عليه، المطار في المعلى في دار سعد في الشيخ عثمان، بل وصل الأمر إلى لحج الحوطة. اليوم ومن ليلة أمس أخرجت الإمارات بشكل مرتب، أخرجت تسجيلا صوتيا لعيدروس الزبيدي، هاني بن بريك يظهر في صورة وإن كانت مفبركة، ظهور قيادات أمنية من الحزام الأمني في لاحق وتحركت بحشود اتجاه عدن. لم تقبل الهزيمة في عدن وحركت قواتها، لم تستطع هذه القوات أن تصنع شيئا، هزمت أمام الجيش، فكان لابد أن تتدخل هي مباشرة وتضع نفسها في مواجهة مكشوفة سافرة وعدوان واضح تجاه الحكومة والشرعية التي جاءت إلى اليمن أصلا لمساعدتها ونصرتها. نحن اليوم أمام حرب واضحة، الحكومة الشرعية والإمارات، ويجب أن سنسمع عن مواقف قوية. هناك أنباء أن الحكومة ستتخذ إجراءات أكبر مما سمعناها على لسان نائب وزير الخارجية أو على لسان وزير الدفاع. تعتقد أن المعركة معركة الخمس أعوام ستتحول إلى معركة بين التحالف والشرعية؟ نحن اليوم نشهد معركة كسر عظم بين الجانبين. الإمارات طوال أربع سنوات كانت هي المهيمنة، كانت لديها طموحات في عدن، موانع ومطارات وجزر، لديها يعني مشاريع استراتيجية، يعني راهنت على الموقع الجيوسياسي لعدن وللساحل وللجزر. بغمضة عين أو بصراع مع السعودية، وجدت السعودية ترفع الطاولة أو ترفع أمامها وتقول لها انتهى الدور، يجب أن ترسل الشرعية إلى عدن، وطردت من بلحاف ومن شبوة ومن أبين، وهناك ثورة شعبية في حضرموت وعدن ومعظم المحافظات الجنوبية ما كانت تسمح. شيدت وربت 90,000 من الميليشيات، يعني خسرت المليارات، بالتالي لا يمكن أن تخرج بهذه السهولة. الأمر كان متوقع، ونحن اليوم أمام صراع واضح ومعركة كسر عظم بين الجانبين، ويعني على الأقل رأينا الصدام بين الإمارات والسعودية حتى على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي في تويتر بين مغردين الإماراتيين والسعوديين. إذن هناك صدام حقيقي بين الجانبين وصراع نفوذ حول الكعكة وحول من يكون له الأولوية في يعني السيطرة والسيادة والاستفادة من مميزات اليمن الحيوية. طيب سيد عبد الرقيب، الموقف السعودي إلى الآن غير واضح، ألا تتحمل المسؤولية كاملة وهي التي تسيطر على الأجواء اليمنية؟ بكل تأكيد المملكة العربية السعودية اليوم يعني ما بنته يعني خلال هذه السنوات من علاقات ومن نفوذ في اليمن، بل ما استعادته من حسن سمعة للشارع اليمني خلال الأيام القليلة الماضية بمساندتها للشرعية في شبوة ثم أبين، بإعطائها الضوء الأخضر للحكومة الشرعية بأن ترفع السقف ضد الإمارات وضد انتهاكاتها، بيان الحكومة، موقف مندوب اليمن في مجلس الأمن.
يعني هذه السمعة التي كسبتها السعودية اليوم هي الآن أمام اختبار حقيقي، إما أن تنحاز لليمن وأمنه واستقراره وشرعيته وإلى اليمنيين اليوم الذين يرفضون التواجد الإماراتي، هناك إجماع كبير باستثناء هؤلاء الميليشيات والمرتزقة الذين لديهم مصالح مع الإمارات، إما أن تختار المملكة العربية اليوم. نعم أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي عبد الرقيب الهذياني، وأعتذر منك على نعم أعتذر منك عن مقاطعتك. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي عبد الرقيب الهذياني. أضم إلينا من إسطنبول المحلل السياسي عادل دشيلة. سيد عادل مساء الخير، مرحبا بك. مرحبا. سيد عادل، تعليقك وقراءتك لما حدث اليوم في عدن وأبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حصل اليوم يعتبر طعنة غادرة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للدولة اليمنية وللشرعية اليمنية وللجيش اليمني. ومع الأسف الشديد هناك من لا زال يعني يثق في هذا التحالف الغادر الذي يطعننا بخنجره المسموم منذ العام 2015 حتى اللحظة. التحالف العربي الذي كان يستهدف الجيش اليمني في الأعوام الماضية ويقول أنه عن طريق الخطأ، اليوم كشف عن أنيابه الحقيقية وكشف عن صورته الحقيقية من خلال استهداف الجيش اليمني بأكثر من 13 غارة في المناطق الجنوبية. اليوم هما المملكة العربية السعودية والإمارات يتقاسمون الجسد الضعيف. اليوم المجتمع الجمهورية اليمنية تمر بمرحلة ضعف وهم يتقاسمون هذا الوطن. اليوم هناك مرحلة أو هناك إعادة لتقسيم الجغرافيا اليمنية على أن تكون المناطق الجنوبية تحت سيطرة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون المناطق الشرقية تحت سيطرة الإدارة السعودية، وأن يتم إسقاط الحكومة الشرعية في مأرب خلال الأيام القليلة القادمة إذا استمر السيناريو على ما هو عليه اليوم. لا خيار أمام الشعب اليمني سوى أن تكون هناك مقاومة حقيقية على الأرض لمواجهة هذا التحالف البربري الهمجي الذي جاء ويقتلنا كل يوم تحت دعم مساندة الشرعية. طيب هل يمكن القول أن الأمر حسم لصالح ميليشيات الإمارات الآن؟ لم يحسم. من يقول بأن الأمر محسوم لصالح أي طرف فهو مخطئ. نحن نمر الآن بمرحلة ضعف وهناك ميليشيات هنا وهناك على يعني شكلت في السنين الماضية على أسس مناطقية وجهوية وطائفية وما إلى ذلك. لن تستقر الأوضاع في المناطق الجنوبية، ولن يحكم المجلس الانتقالي المناطق الجنوبية. هؤلاء عبارة عن مرتزقة، عبارة عن أدوات نفذوا ما يمليه عليهم طحنون بن شخبوط أو بن زايد أو ما إلى ذلك. هؤلاء لن يديروا دولة. هؤلاء عبارة عن مجموعة من العصابات، العصابات يعني تعرف لغة السب والنهب والقتل، ولا تستطيع أن تفرض أمر واقع. من فرض أمر واقع هو التحالف العربي. لو لم يكن هناك تدخل مباشر اليوم بالطيران العربي لما حصل الذي حصل. ينبغي أن نكون صريحين أن التحالف العربي لن يعيد الشرعية ولن يعيد الأمن والأمان للمجتمع اليمني، بل سيفكك المجتمع اليمني وسيقسم إلى 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 كانتونات متناحرة، وأيضا إلى مجموعات مسلحة هنا وهناك. ومن يعتقد بأن هذا التحالف من اليوم ويعني حتى من اليوم وفي الأيام أيضا الغيلة القادمة لن يكون هناك أمن واستقرار. ينبغي أن يكون هناك مواجهة مع التحالف العربي. ينبغي أن نواجه التحالف العربي على الأرض عسكريا. هذا التحالف انتهى بسيادة الدولة. هذا التحالف جاء يعني تحت أهداف واضحة ولكنه يعمل ضدها تماما. طيب على الأرض كيف سينعكس ذلك على سير المعارك في عدن وأبيان وتقدم قوات الجيش بعد أن كانت تقدمت إلى نقطة هامة وتراجعت يوم اليوم؟ نحن لسنا يعني خبراء يعني في المجال العسكري، والوقائع على الأرض من يحللها هو من يراقب المشهد العسكري ومن لديه خبرة في المجال العسكري. ولكن المعارك على الأرض تقول بأنه لو لم يكن هناك دعم مباشر من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة ما حصل الذي حصل. ولذلك الأيام القادمة ستكشف لنا السيناريو أكثر. هناك ربما يكون خطة معدة مسبقا من قبل الإدارة السعودية والإماراتية لاقتحام مأرب من جهة الغرب، أي أن تقوم الميليشيات الحوثية باقتحام مأرب. وما حصل هذه الأيام في منطقة يعني أبيان ومنطقة عدن ما هو إلا من أجل جر الجيش اليمني من داخل مأرب وقتل أكبر عدد من هؤلاء الأبطال داخل هذه المناطق كي يتيح المجال للحركة الحوثية أن تنقلب على الدولة اليمنية وأن تبسط سيطرتها في مأرب. ينبغي أن نقرأ هذا السيناريو، وهذا السيناريو وارد وبشدة وبقوة.
المحلل السياسي عادل دشيلة، كنت معي من اسطنبول، أشكرك جزيل الشكر. ينضم إلينا أيضا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، مرحبا بك، مساء الخير. مساء الخير سيد عبد الناصر، قراءتك لتطورات الأحداث اليوم. الأحداث عبارة عن استمرار مسلسل العبث والفوضى والامتهان لليمن ولسيادته، وهذا أمر طبيعي. يعني العملية هذه لا تتويج لمواقف سابقة لنا 5 سنوات منذ بداية ما يسمى عصبة الحزم، واليمن تنتهك سيادته وتنتهك كرامته. ولكن المسألة تصاعدت. في البداية كان الاعتقاد السائد لدى معظم اليمنيين بأن هذه الانتهاكات مبررة ومقبولة، كون أن هناك هدف مشترك يمني مع هذه الدول. ولكن منذ أيضا فترة طويلة لا ظهر بأن هناك أجندة تتناقض مع الأجندة المعلنة، وهي تقسيم وإيجاد كيانات غير رسمية وميليشيات جهوية وانفصالية وغيرها. وبالتالي هذه الأمور التي تحدث اليوم هي تحصيل حاصل، وهذا التحصيل الحاصل هو نتيجة طبيعية لقيادة رخوة، لقيادة فاشلة فاسدة لا تحمل ذرة من قيمة أخلاقية سياسية، وهذه هي الكارثة الأصلية. الكارثة الأصلية هو هذا الشخص الذي أتى لليمن عن طريق الخطأ، واستمر هذا الخطأ حتى الآن، ولن يكون لليمن من دور ما لم نتخلص من هذا الخطأ. هذا هو الخطأ الأصلي، علينا أن نكون واضحين. هذا الكلام قلته آلاف المرات عبركم وعبر غيركم. هذه هي المشكلة. من لا يريد أن يفهمها ويعتقد بأن المشكلة في مكان آخر هو بيغالط نفسه، لأنه إما مستفيد من هذه السلطة التافهة، إما بتعمل له غطاء وارث سلطته، وإلا الأمر واضح جدا. اليمن ليس لديها رئيس جمهورية، اليمن هناك فراغ، ليس هناك قيادة. هادي لم يمثل اليمن ولا يمكن أن يمثل اليمن، لا يمتلك لا صفات ذاتية ولا أخلاقية ولا فنية لأن يكون رئيس لليمن. هذا الشخص كان مؤهله الوحيد أنه سموه علي عبد الله صالح، لأنه لا ينفع. يعني هكذا شخص ينفع لشيء وضعه في منصب نائب رئيس لأنه لا يريد أن يكون رئيس. ونحن وليس أنا من فترة طويلة قد طالبت بإسقاط هذا الشخص. النخب السياسية أتلافها اليمنية تدرك وتعرف بأن هذا الشخص ليس لديه مؤهلات ولا ينفع أن يكون رئيس، ولكنها غطت عليه لمصالحها الخاصة. سيد عبد الناصر، لكن اليمنيين ينظرون للرئيس هادي على أنه آخر ما تبقى لهم من الشرعية وأملهم الوحيد الباقي. هذا كذب، هذا تدليل. هذا الشخص لا يمثل الشرعية، شرعيته انتهت عمليا في 2014، انتهت فعليا في بالقانون بالدستور وبالمبادرة الخليجية، بكل شيء انتهت. اليمنيون سنظل مرتبطين بهذا الشخص، وقد دمرت بلدنا بهذه الصورة. إلى متى سنظل نرتهن؟ من خلال هذا الشخص يتم تدمير اليمن، من خلال هذا الشخص يتم إهانة اليمن، شعب وحكومة وأرض، تدنس أرض اليمن من خلال هذا الشخص. وبالتالي اليمنيون قادرون على أن يخلقوا 1000 شرعية بديلة عن هذا. هذا الشخص يعتبر انتهت فترته الدستورية، يصبح وفقا للدستور علي محسن رئيس مؤقت. علينا أن نبحث عن وسيلة أخرى لوضع شرعية حقيقية بدل هذه الشرعية التافهة التي نظل نتحجج بأننا ليس لدينا غيرها. هذا كلام يردده المستفيدون من هذه الشرعية المهترئة. لا أظن أن هناك وطني مخلص، لا أظن أن هناك وطني يحترم نفسه يرى في هذا الشخص رئيس له. لا أعتقد بأن هناك من يرضى بأن يكون رئيس نائم وصامت ودولته تنتهك بهذا الشكل المذل والمهين.
هناك صنفين اليوم يصنف الشرعية ويقول بأن الشرعية ربما تكون مرتهنة أو رهينة للسعودية، والآخر يقول بأنها خائنة، ويبدو أنك أنت أيضا مع الصنف الذي يصنف الشرعية بالخائنة. لكن ما الذي سيترتب على الوضع في الجنوب بعد أحداث اليوم؟ لو عدنا إلى الحديث عن أحداث اليوم، لن يحدث تغير كبير على الأرض. الوضع هذا أفضل مما كان عليه في السابق، أنا أراه أنه أفضل. كان في السابق هناك ادعاء بأن هناك أن عدن عاصمة مؤقتة وبأن هناك حكومة وبأن هناك شرعية، هذا الادعاء الزائف الآن ألغي، هذا أفضل. نحن أمام واقع جديد، هذا الواقع بأننا ليس لدينا رئيس حقيقي ولا لدينا شرعية، وبالتالي كل تدخل الآن في اليمن يعتبر تدخل غير قانوني، وعلى اليمنيين أن يبحثوا لهم عن شرعية جديدة، أن يبحثوا لهم عن أداة ووسيلة ليتصدوا هذا العبث الذي يتم في بلدهم. أما الوضع السابق كان وضع سيء أكثر سوءا من الآن. كان الوضع السابق يدعون بأنه لدينا الحكومة في عدن، وهذه الحكومة الوزير يدخل بإذن من الضابط الإماراتي ويخرج من ورئيس الوزراء. هؤلاء المسؤولين اليمنيين ليس لديهم كرامة حتى لأنفسهم أقولها، ليس فقط لوطنهم. لا أقبل بأن أكون يمني، أنا لم أذهب إلى اليمن لأنني قلت لن أذهب إلى اليمن ليذلني ضابط، لا أكون محكوما من غير أبناء بلدي في داخل اليمن، بينما هم مسؤولين وزراء ويدعون بأنهم مسؤولين ويذهبون إلى اليمن برغبة المسؤول هذا الضابط الإماراتي أو السعودي أو غيره. عليهم أن يتحللوا، أن يكون لديهم ذرة كرامة. ولهذا أقول الوضع الحالي أفضل بكثير لأنه أوضح الصورة. الصورة أصبحت الآن واضحة تماما. هناك اعتداء سافر على اليمن، اعتداء سافر على سيادة اليمن، على وحدة اليمن، يخالف كل القوانين الدولية ويخالف كل الأعراف. الفكرة وصلت. سيد عبد الناصر المودة، أعتذر على المقاطعة أيضا، الوقت يداهمنا. أشكرك جزيل الشكر. المحلل السياسي عبد الناصر المودة كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. ينضم إلينا من اسطنبول أيضا أمين عام مجلس شباب الثورة محمد المقبلي. سيد محمد، مساء الخير. مساء النور والعافية أستاذ أسنان. سيد محمد، بداية البعض يقول بأن السعودية متواطئة وراضية عما يحدث، وعدد قليل أيضا يقول بأنها تعرضت لانقلاب إماراتي على التحالف الذي تقوده بنفسها. أنت كيف تفسر الموقف السعودي اليوم؟ هذه نكتة حقيقة ومزحة ثقيلة جدا. السعودية متواطئة تماما، كل طلعة جوية تتم هي بعلم السعودية على وجه التحديد. البيان الأول الذي تم تلاوته في الربع الساعة الأولى للتدخل العربي في اليمن تحت القرار 22/16 كان نصه، لازلت أذكره حتى هذه اللحظة، وتلاه على ما أذكر أحمد عسيري، وقال فيه أنه تم السيطرة على الأجواء اليمنية خلال ربع ساعة. بمعنى ذلك أن كل شيء يدخل الأجواء اليمنية يتم بعلم المملكة العربية السعودية. أي أنها تتحمل اليوم الضربة؟ كل ضربة تتم على الجيش الوطني هي ضربة سعودية بامتياز. من يقوم بها هي وزارة الدفاع السعودية على وجه التحديد، ومن الإمارات العربية السعودية اللي عبارة عن ملحق دولي وعسكري بالمملكة العربية السعودية، باعتبار أن قائد التحالف العربي هي المملكة العربية السعودية، وأن الرئيس عبد الرب منصور هادي الرئيس الشرعي للبلد هو دعا المملكة العربية السعودية على وجه التحديد دون سواها للتدخل في اليمن، وهذا ضمن اتفاق الدفاع العربي المشترك وضمن القرار 22/16. وبالتالي كل ضربة تلحق الأذى بالجنود والضباط والجيش الوطني وإعلان اليوم الإمارات العربية المتحدة الحرب على اليمن هي بمباركة سعودية على وجه التحديد، ولكنها بقفاز إماراتي. طيب لو تحدثنا عن الموقف الحكومي، الحكومة اكتفت ببيان إدانة فقط، ووزير الإعلام قبل قليل صرح بأن حول العلاقات اليمنية الإماراتية قال بأنها تمر بمنحنى خطر. ماذا يمكن الاستنتاج من هذا التصريح؟ أستاذ أفنان، دعني أكون صريح معك. اليمن تمر بمرحلة فاصلة خلال 24 ساعة الفاصلة. الجيش اليمني يشعر أنه تعرض للغدر، والحكومة الشرعية بهذا ردة الفعل البطيئة جدا والباردة على وجه التحديد تكون قد تذهب نحو دائرة الخيانة العظمى. وخلال 24 ساعة إذا لم يكن هناك قرار يمني من الشرعية اليمنية على وجه التحديد وقرار سعودي على وجه التحديد، فإن الأمور ستكون على الميدان مختلفة تماما. يحق للجيش اليمني وفق هذه الخيانة العظمى من قبل دولة تعتدي على اليمن بظل ردة فعل باردة من قبل الشرعية اليمنية ومن قبل التحالف العربي وعلى وجه التحديد المملكة العربية السعودية التي دخلت في اليمن على ضوء المرجعية الأساسية وتحديدا القرار 22/16،
أن ينتج ثقته الوطنية الجديدة، وأقصد هنا بحق الجيش اليمني على وجه التحديد الذي تعرض للقدر والخيانة وقتل العديد من قيادته بضربات تحت مسمى الضربات الخاطئة، وهي استهداف لقيادة العسكرية من أحمد الأبارة إلى عبد الرب الشدادي إلى علي الجائفي إلى مجموعة من القيادات، أن يشكل مجلس وطني للتحرير وأن يواجه بجسارة واستفسار الانقلاب في الشمال والاحتلال في الجنوب. طيب كل الغارات السابقة التي استهدفت بها التحالف استهدف بها الجيش الوطني كان يسميها بين قوسين بالخاطئة، اليوم ولا وجود للحوثي في أبيان وعدن، كيف يمكن للتحالف تبرير هذه الغارة؟ لا يمكن تبريرها على الإطلاق مباشرة، على الشرعية أن تكون شجاعة وأن تقول لليمنيين أن الضربات الخاطئة التي تمت بحق قيادة الجيش الوطني في صرواح وفي العبر وفي جبل العروس في تعز وفي كثير من المواقع العسكرية تمت في عهد إماراتي، وأن هنالك احتلال تم التستر عليه من قبل الشرعية اليمنية ومن قبل المملكة العربية السعودية تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة، عليها أن تواجه الجماهير ببساطة وأن تعلن الشرعية اليمنية من داخل الرياض خلال 24 ساعة القادمة أنها تحت الإقامة الجبرية، وأن توكل مهام التحرير إلى قوى في الداخل. وأعتقد أن لديها الكثير من الإجراءات التي بإمكانها أن تضع اليمنيين في مرحلة فارغة خلال 24 ساعة، غير ذلك فتظل الشرعية اليمنية في دائرة الخيانة العظمى بحكم أنها تشكل غطاء لاحتلال واضح المعالم، انتهك السيادة اليمنية، قتل وأغتال العديد من قيادات العسكري للجيش الوطني اليمني، مارس جرائم جسيمة بحق حقوق الإنسان في كل من عدن وفي كل من المخا وفي كل من مديريات كثيرة تسيطر عليها القوات الإماراتية. ونكون بهذه الحالة قد وصلنا إلى مرحلة معينة أن هناك احتلال كامل للمعالم، جناحه السياسي وقطاعه الإقليمي المملكة العربية السعودية وأداته دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى وجه التحديد أبو ظبي. نعم، يعني بالنهاية الرهان كان على التحالف كان خاطئا وخطأ قاتل. أشكرك جزيل الشكر أمين عام مجلس شباب الثورة السيد محمد المقبلي. مشاهدينا الحلقة انتهت، شكرا لحسن متابعتكم، هذه تحياتي وتحيات معد الحلقة ماهر أبو المجد وكافة الطاقم، إلى اللقاء.